بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر سورة مكية نزلت في العاص بن وائل السهمي والد الصحابيين عمرو بن العاص وهشام بن العاص، وذلك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الحرم وهو يهم بالدخول، فالتقى عند باب بني سهم وتحدث وأناس من صناديد قريش جلوس. فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تحدث؟ قال: ذاك الأبتر. وكان يقصد النبي الأكرم عليه أزكى الصلوات، وكان صلى الله عليه وسلم مكلوما حزينا بعد وفاة ابنه عبد الله من زوجه السيدة خديجة رضوان الله عليها. وكان العرب يطلقون على من ليس له ولد أبتر. أنزل الله تعالى آياته جبرا لخاطر النبي الأكرم، وأخبره أنه سبحانه قد حباه بالكوثر، وهو نهر في الجنة من شرب منه لا يظمأ أبدا. أنزل الله سورة الكوثر يواسي بها عبده ويرد على من آذاه بالقول البذيء الفاحش، بأن أخبره بأنه فضله على خلقه أجمعين وأعلى شأنه ورفع ذكره، ووهبه نهرا في الفردوس الأعلى يسقي به أمته خير أمة أخرجت للناس أجمعين، لم يخلف ولدا بل أمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.